سلام البنات، نتمنى كل شيء يكون على خير وبخير ويكون في صحة جيدة إن شاء الله. المهم اليوم بغيت نشارك معكم واحد الكيكة تاع عيد الحب اللي سهلة ومتناول الجميع. الصراحة الله أنا ما كنحتفلش بيه، حيت بالنسبة لي الحب هذا عيد الحب راه يوميا، راه حنا اللي كيبغي شي حد راه كيبغيه ديما، ماشي نهار محدد. وبالنسبة لي هو يعني يوم تجاري بالحق. هاد الكيكة نقدروا نديروها، ديريها تفرحي مع راجلك، تحتفلي مع راجلك بشي مناسبة في عيد الزواج، مي قلت سي لو مومون كاين الناس اللي كيحتفلوا بيه وبغيت نشارك معكم هاد الكيكة. يلا خليكم معايا نمشيو نشوفوا المقادير. المقادير البنات كما كتشوفوا هنا، سمحوا لي الضو يعني التليفون ما جايش بدات هكا احسن. عندي 350 تاع الدقيق نتاع الحلويات، 350 غرام. عندي كيس فاني سكر فانيلا، عندي خمارة الحلويات نتاع 16 غرام، عندي 4 البيضات البنات، عندي 100 مليلتر نتاع الزيت، وعندي 150 غرام نتاع سكر سنيدة سكر الخشن. غادي نحتاج معلقة نتاع الخل صغيرة، وغنحتاج معلقة صغيرة نتاع ماء الزهر، هذا اختياري هو والخل ميسميو ديروه. وهنايا هاد لي بايت نتاع الشوكولا غادي نديرها لداخل في لي بات، حتى هي اختياريه البنات. يعني كيبقاو لكم المواد الرئيسيه هي الزيت السكر البيض سكر فانيل الخمره والدقيق. يلا هم بداو. اول حاجه البنات نديرو البيض ديالنا الطريقه العاديه اللي كنديرو بها الكيك. غندير سكر فاني وسكر سنيده وغادي نضربهم مزيان بالدراب الكهربائي، لانها خاصها تطلع مزيان. الا تقدروا تضربوها بالدراب العادي اليدوي، مي تضربوها تاخذوا الوقت معليش. هانتوما البنات، يعني انا ضربتها حتى طلعت لي مزيان، طلع لي البيض مع السكر. دابا غنزيد قبيصه نتاع الملحه، انا ما كنقولهاش مي كاع الحلويات كنديروا واحد القبيصه قبيصه قبيصه فريمون. ها وغادي نزيد الزيت ديالي، معلقة نتاع ماء الزهر، هذا المذاق البنات. والمعلقة نتاع الخل الأبيض فغيمون، نص معلقة صغيرة ولا نص معلقة كبيرة ما عمرتليش مهم. وغادي نضرب من جديد. هانتوما البنات الخليط ديالنا كيعقد. الوغ دابا سالينا بالدراب الكهربائي وغنخدم غير بمعلقه ولا لاسباتول. غناخد الخماره ديالنا البنات، غادي نزيدها على الدقيق اللي عندي، غنضيف هذا الشيء بشويه بشويه نغربلو في نفس الوقت. والبنات حنا كنضيف اكثر نوريك، حنا كنضيفو الطحين هكا البنات، وحنا كندورو غير على شكل دائري باش البيض اللي طلعناه ما يتهرسناش، بشويه وعلى شكل دائري. انا غنكمل الدقيق اللي عندي كامل ورجع معكم، خليكم معايا. وهانتوما البنات هذا هو الشكل النهائي ديالنا، شفتوا
الخليط ديالي يعني ما قاصحش وما جاريش. دابا انا خديت هاد المول هذا اللي عندي ديجا على شكل نتاع قلب، درت له شويه الزيت ورشيته بشويه نتاع فرينه. غندير فيه البنات اللي ما عندكمش مول على شكل قلب ديروا اللي داير عادي، وابخي ترسمو في كرتون قلب، وغادي تحطوه قلب اللي يكون داخل في ديك على المول نتاع المدور اللي عندكم، وغادي تحطوه عليها فاش تخرج وتقطعوها. الو انا منين عندي هذا جاهز انا غادي ندير الخليط ديالي هنا. حبيت النص، ودابا غنزيد شويه نتاع لي بايت، وعاد غادي نزيد النص الاخر، ما بغيتش نخلطها فيه. هاد لي بايت الشوكولا البنات اختياريه كما قلت لكم، انا بغيتها تجي في الوسط هكا، ما بغيتش نخلطها. غادي نزيد العجين اللي بقالي وغادي ندخلها الفران. انا الفران ما كنسخنوش البنات، كندخل الحلوه فيه بارده. غندير 180 درجه وجو كوا كتاخد نص ساعه هكاك، المهم الوقت بالضبط غنقول لكم فاش نخرجها ان شاء الله. يلا خليكم معايا. والكيكه ديالنا البنات ها هي كما كتشوفوا، باش كنعرف واش طابت كنحشيو موس ولا قطيب، ما خاصو يخرج لنا هكا ناشف. دابا غادي نقلبها انا، نقلبها هنايا وغادي نرجع معاكم نوريكم باش نزينوها. ها انتما كيما كتشوفوا البنات حيت دهنت القالب هي تحيدات بسهوله. المهم كما قلت لكم اللي ما عندوش لافور نتاع القلب البنات، ها انتما الا دار الكيكه في دائره هكا يرسم واحد القلب اللي يجي فوق ديك الدائره ويقطع عليها. ها انتما الكيكه ديالنا دابا غنحضروا باش غادي نزينوا، خليكم معايا. اول حاجه البنات غندير الكلاصاج. خديت 300 غرام نتاع الشكلاط كالا، قلت لكم جبتو معايا من المغرب، هذا احسن واحد استعملته ورخيص. خديت طريف نتاع الزبده هكا، واحد كويس صغير يعني نص كاس صغير د الحليب، غادي نديرو هكا فيه وغادي ندخلو الميكرو اوند البنات. تقدروا ديرو على حمام مريم، مي انا غادي نديرو في الميكرو اوند دغيا كيتصاوب. انا غندخلو غنوري. هذا هو الكلاصاج ديالنا البنات منين خرجتو، هانتوما كما كتشوفو الميكرو اوند خلطتو ها هو. والبنات خديت هنايا غير عصير، تقدروا ديرو السيرو السكر والماء، دوبل نتاع السكر مثلا جوج كيسان نتاع السكر مع كاس الماء، ولا كاس نتاع السكر مع نص كاس الماء باش تسقيو الكيكه. انا البنات غادي نستعملي العصير، غنسقيها بالعصير، غندير عليها البلاصاج وغنزينها بهذا الحب نتاع حب الملوك هكا، خديته من كولغوت. فوالا هانتوما معايا، غادي نجيب الكيكه ديالي ونبداو. البنات سمحوا لي حسبني كنصور ساعه الكاميرا طفات، المهم ما غنرجعش اللور، مي انا يعني درتها سهله كما قلت لكم فاش كنت كنسقي وفاش بديت نحط الكلاصاج حسبني كتصور ساعه الكاميرا كانت واقفه. المهم معليش، سقيتها بالعصير كما قلت لكم وبديت نخوي فيها الكلاصاج كما كتشوفوا، حيت انا عندي انطخو هنايا راه عمر، وهنايا كنجي للجناب وكندير غير هكا غندورها، ما بغاش نغطيها كامله، نخلي الجناب كي بحال اللي غير طيح اللي طاح فيه هكا وصافي.
وهنايا في جناب البنات غادي نديرها غير هكا كبحال زيكزاك. دابا غادي نمشي نخوي هاد حب الملوك غنخويه من السيرو ديالو. نقدروا كان سقيتو اوسي بهاد السيرو محلو بزاف، الو انا بريفيري العصير هكا فخي. غنمشي نخويه ونجي نوريكم، خليكم معايا. دابا البنات غنجي هنا وغادي نديرهم نحاول مابقاوش كيبانوا لي ديك التقيبات بزاف، من المهم نستفوهم البنات قبل ما يجمد الشكلاط باش هكا كيبحال اللي كيتبتهم لي. طريقه جد سهله كما قلت لكم، كيكه بسيطه، انا ما بغيتش نكثر عليكم ونحلها من الوسط وندير طبقات وعاد لا كريم شانتيو وهذا نو. ديروا اللي كان عندكم البنات، هانتوما كما كتشوفوا خليتها سامبل، سقيتها باش تجي هشيشه من الداخل و صوبتها هكا هانتوما بالكلاصاج. دابا غنخليها تجمد شويه البنات، وعندي هاد الستيلو نتاع دكتور اوكتر، هذا كنكتبو به نتاع الحلوه سبيسيال في عيد ميلاد وهذا، غادي نزوق به من الوسط. المهم تتجمد وغنوريكم الشكل النهائي ان شاء الله. والكيكه ديالي البنات ها هي كما كتشوفوا على هذا الشكل، يعني كيكه ساهله كما قلت لكم، ما حليتهاش من الوسط، ما بغيتش عاد نبقى نلعب بزاف. درت هذا السوغيس هذا وكتبت بديك الستيلو هكا عيد حب سعيد ورسمت ديك الرسم. فوالا هانتوما البنات، ما غاديش نقطعها حيت تنقطعها مع راجلي. المهم هي راه كيكه عاديه. وبغيت نقول لكم من هاد الفيديو بعيد حب سعيد لكل شيء، وعيد الحب مرأة ماشي غير الراجل والمرأة، راه الام الخوت الوطن، راه كلش يعني اي حاجه كنبغيوها. وكما قلت لكم عيد الحب راه دايم ماشي غير نهار محدد، اما هذا راه كيبقى غير كوميرسيال. المهم البنات كما كنقول لكم ديما، اللي ما مشاركش في القناه نتمنى يشارك، واللي مشارك نتمنى يضغط على الجرس، وما تنساونيش سيغتو باللايك باش تدعموني اكثر واكثر. ومن هنا الفيديو اخر، نتمنى تبقاو على خير وبخير. بسلامه.